صباح الخير او مساء الخير من جريده النهار وكمان من الشيف شادي، واليوم بامتياز لبني. نحن العرب وحتى كمان الاوروبيين وحتى كمان بامريكا بيحبوا كل شيء اسمه من مشتقات الحليب او من مشتقات اللبن. شو رح نعمل اليوم؟ رح نغير شوي صغيره، رح نعمل لبني بالجوز، لبني بالزيتون والكورنيشون او اللي هن اسمه البيكلز الخيار الصغار. فينا كمان نعمل ولا اجمل من هيك مثل الحمص البيروتي، نعمل لبنه بيروتيه، يعني مندخل لها خيار وبندوره ونعمل. Thank you.